الرحيم. متابع الفيديو السابق، دركا راح نحكيو كيفاه حتى تاكتيفي لي كليون بعد ما تشري كارت انترنت. كيفاه تاكتيفي له كارت انترنت؟ كيجيك لي كليون راه دوموندي من عنده رقم الهاتف، رقم الهاتف تاع لالين تاعو، هو لالين تاع التليفون اللي راه ماشي بيها. بعد ما تشري لا كارت، هنا رانا شرينا كارت تاع 200,000. عندنا هذا هو الرقم، 290 34. هنايا كما راكم تشوفوا 294 14 19 96 63 81 6. واش نديرو درك حنايا؟ كليكيو هنايا، دقيقة نحيو هذه، نجيو هنا الموقع هذا. هذا الموقع راهو تاع اتصالات الجزائر. الناس بزاف راهي تاكتيفي في لي كارت تاع الانترنت بالاتصال بالرقم 1500 وتنحيلك يونيتي. فوالا كما راكم تشوفوا، هذا هو الموقع تاع اتصالات الجزائر. هنا جاتك روشارجمون دو فوتر ليني بايمون الكترونيك. احنا هذه ما نسحقوهاش، نجي نسحقو هذه هنا وين كليكيت لهنا، وين ثلاثه تريات هذا الزرق نكليكيو فيهم. هنايا عندك الاولى يدوم انترنت، والثانيه يدوم 4G. اللي يدوم انترنت هي الخاصه باللي كارت على دي اس ال، واللي يدوم 4G هي اللي خاصه باللي مودام اللي عندهم تركب فيهم بيس. حنا نديرو يدوم انترنت. انا في الاول نيميرو دو تليفون، رقم الهاتف 037 13 باريكزومبل 45 12. هنا نسيزيو الكود هذا اللي من تحت اللي هو 9ZD4، ديرو كونفيرمي. بون نيميرو تليفون تسمى نسيت واحد من راسي برك، 37 22 48. هنديرو 48، نديرو باغ اكزومبل 13 22. نماركيو هذا الرقم 8 9 XE. فوالا نديرو كونفيرمي. بعد ما نديرو كونفيرمي، راك تشوفو هنا خرجلنا رقم الهاتف 037 22 13 22 بريبايد انديفيوال. هنا قالك سيزير لو كود دو لا كارت. هنا واش نديرو؟ هنا نرجعو للسيرفر، نرجعو للتليجرام، نهزو الرقم هذا تاعنا هنا، نجيو هنا نديرو لو كوبي، ومن بعد نجيو هنا ونديرو كولي. المرة الثانية نبقاو ضاغطين حتى تسيليكسيوني كومبليت واللي زرقا، ونديرو كوبي ونروحو للموقع تاع اتصالات الجزائر لهنا ونديرو كولي. من تحت طبي لو كود كي صافيش، معناتها الكود هذا لتحت L G Z T، ومن بعد ديرو شارجي.